طبعا الحصه اللي فاتت كانت الحصه الخامسه في الاندوكراين، كنا بدانا في الثيرويد، وكنا بالثيرويد جلاند خدنا اول حاجه الثيرويد هرمونز، كان الثيروكسين اللي هو التي 4 والتراي ايودوثيرونين والكالسترونين، كنا اتكلمنا عن السيلز والسكريشن بتاعهم بيتم ازاي، بعد كده اتكلمنا عن السيلر ميكانيزم اوف اكشن، اتكلمنا عن الديفرنس بين التي 3 والتي 4، وكنا بدانا في الفانكشن. بالفانكشن اتكلمنا عن الايفكت على الميتابوليزم، الايفكت على الجروس والديفلوبمنت، الايفكت على البلد، والايفكت على النيرفس والريسبيراتوري والجاسترونستاينال، وكنا واقفين عند الايفكت اون كارديو فاسكولار سيستم. هنبدا النهارده ان شاء الله بجزء تاثير الثيرويد هرمون على الكارديو فاسكولار سيستم، جزء مهم جدا 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 في الامتحانات، جزء مهم قوي. واحنا امبارح او الحصه اللي فاتت في الاندوكراين كنا اتكلمنا ان الثيرويد هرمون بيزودوا كل حاجه ما عدا حاجتين اثنين. رقم واحد كانت الكوليسترول والفوسفوليبيد، رقم اثنين مليتك الدايستوليك بلاد بريشر. عاوزين بقى نتكلم النهارده تاثير الثيرويد عن على الكارديو فاسكولار سيستم، وقبلها خليني ارسم لك رسمه كده اوضح لك بعض الحاجات اللي هنحتاجها عشان تبقى فاهم الجزء ده كويس قوي، وسيبك من اللي معاك دلوقتي. ده الهارت اهوت، الهارت المفروض ان هو عضو عليه ريسبتور، والريسبتور اللي موجود على القلب اسمه بيتا ريسبتور، عشان يشتغل عليه السمباثيك او ماسكارينيك ريسبتور عشان يشتغل عليه البارا. اذا القلب عليه ريسبتور اسمه بيتا 1 ريسبتور، وده اللي بيزود شغل القلب، وعليه ريسبتور اسمه ام ريسبتور، وده اللي بيقلل شغل القلب. الام ريسبتور بيستجيب للعصب اللي اسمه الفيجاس، اللي هو العصب بتاع الباراسمباثيك. مش عاوزين دي، احنا عاوزين البيتا. البيتا اللي موجوده على القلب اسمها بيتا 1، دي بتشتغل بالاتي، يا اما يجي سمباثيك والسمباثيك يطلع نور ادرينالين، يا اما الغده الفوق كظريه تقوم جايه مطلعه ادرينالين. واحنا عندنا الادرينالين والنور ادرينالين الاثنين اسمهم كاتيكولامين. الكاتيكولامين دولت المفروض سيان جايين من غده في الدم او سيان جايين من عصب يقعدوا على الريسبتور اللي اسمه البيتا 1 ريسبتور. اول ما النور ادرينالين او الادرينالين يقعدوا على البيتا 1 ريسبتور بيزودوا شغل القلب، والبيتا 1 تحديدا في شغل القلب بتزود ضربات القلب وبتزود قوه ضخ الدم من القلب، يعني تخلي القلب ينقبض اقوى واسرع لما البيتا 1 تتحفز. ايه دور الثيرويد هرمون بقى في ده كله؟ دور الثيرويد هرمون ان اول ما بينزل من الثيرويد جلاند بيمشي في الدم يروح على البيتا ريسبتور، يزود السنسيتيفيتي بين البيتا ريسبتور وبين دول، يعني يخلي البيتا ريسبتور حساسه ليهم اكتر، فاقل كم من النور ادرينالين والادرينالين يروح ياثروا على البيتا ريسبتور، فيخلي البيتا ريسبتور تتحفز اسرع واحسن في وجود الثيرويد هرمون عن عدم وجود الثيرويد هرمون. يعني الثيرويد هرمون بينزل يزود حساسيه البيتا للنور ادرينالين والادرينالين، فلما يجي النور ادرينالين والادرينالين يشتغلوا على البيتا يبص يلاقوا ان هم سهل ان هم يشتغلوا، فالتاثير يبقى اقوى، فشغل القلب يزيد، ضربات القلب تزيد وقوه ضربات القلب تزيد. وضغط الدم عندنا، الضغط اللي هو البلاد بريشر، بنقسمه حاجتين اتنين، حاجه اسمها سيستوليك بلاد بريشر وحاجه اسمها دايستوليك بلاد بريشر. ضغط الدم عندنا مثلا كام؟ قول اي رقم. 120 على 80، هو مش ده الرقم بس ماشي. 120 على 80، 120 ده بنسميه سيستوليك، 80 ده بنسميه دايستوليك، البسط سيستوليك والمقام دايستوليك. يعني ايه سيستوليك ويعني ايه دايستوليك؟ السيستوليك مؤشر لقوه انقباض عضله القلب وضربات القلب زياده ولا قليل؟ فلما اقول لك ضربات القلب زادت وقوه انقباض عضله القلب زادت، يبقى كم الدم اللي خرج من القلب زاد ولا قل؟ زاد. ولما الدم اللي يخرج من القلب يزيد معناه ان السيستوليك بلاد بريشر زاد. بس الثيرويد كنا خدنا ان هو بيعمل في الميتابوليزم، بيزود الميتابوليزم. اذا المواد الناتجه عن الميتابوليزم اللي اسمها الميتابولايت، الميتابولايت دي تزيد ولا تقل؟ تزيد. ما هو لما الميتابوليزم يزيد الميتابولايت اللي هي المواد الناتجه عن الميتابوليزم تزيد، والميتابولايت دي في جسمنا فازودايليتور. فازودايليتور معناها بتوسع الاوعيه، والاوعيه هي اللي تتحكم في الدايستوليك، لان دايستوليك بلاد بريشر معناه المقاومه بتاع الوعاء. هو الوعاء دلوقتي لما بيوسع، لما الوعاء يوسع المقاومه فيه تزيد ولا تقل؟ تقل. يبقى الدايستوليك قل. اجيب القصه تاني. اول ما الثيرويد هرمون ينزله اول حاجه على البيتا ريسبتور،
ولما يشتغلوا على البيتا ريسبتور يخلوا البيتا ريسبتور السنسيتيفيتي بتاعتها تزيد، ولما السنسيتيفيتي تزيد تستجيب اكتر للكاتيكولامين اللي هم النور ادرينال والادرينالين، فالبيتا تبقى حساسه ليهم قوي. فاول ما ينزلوا باقل مقدار يشغلوا البيتا جامد قوي، فالبيتا تشغل القلب جامد، فكم الدم اللي خارج من القلب يزيد، وكلمه كم الدم اللي خارج من القلب في الضغط اسمها سيستوليك بلاد بريشر. يبقى دلوقتي لما شغلت البيتا بزياده السيستوليك زاد، واحنا كنا عارفين في الجسم عموما الثايرويد بيزود الميتابوليزم، فالثايرويد لما يزود الميتابوليزم اكيد المواد الناتجه عن الميتابوليزم هي كمان بتزيد، لما تزود الحريقه هيزيد الدخان. اذا لما تزود الميتابوليزم المواد اللي اسمها الميتابولايتس هتزيد هي كمان، فلما الميتابولايت تزيد تقوم جايه داخله الدم بتخلي اوعيه جسمك توسع، فلما اوعيه الجسم توسع المقاومه هتزيد ولا هتقل؟ هتقل، لان الوعاء بقى واسع وبالتالي اي حاجه تعدي زي ما هي عايزه مفيش مقاومه. وكلمه دايستوليك ده مؤشر للمقاومه، الدايستوليك يزيد لما الوعاء يضيق، الدايستوليك يقل لما الوعاء يوسع. دلوقتي السيستوليك حصل له ايه؟ زاد بسبب زياده شغل القلب، والدايستوليك قل بسبب زياده الميتابولايت اللي بتعمل كفازو دايليتور. دلوقتي البسط زاد والمقام قل. المريض اللي بيكون عنده هايبر ثايروديزم يعني زياده افراز هرمون الغده الدرقيه زي ما هناخد النهارده ان شاء الله، المريض ده بنيجي نبص نقول له ضغطك كام؟ نقيسه ضغطه نلاقي ضغطه 160 على 60 160 على 70، ده كده ضغط عالي ولا واطي؟ هو من فوق عالي ومن تحت واطي، يعني من فوق 160 ده عالي، تحت 60 70 ده واطي، يعني دلوقتي عالي ولا واطي؟ ما يقدرش تحكم، ده ضغط عالي من فوق وواطي من تحت، ده بنشوفه في حالتين، اثيروسكليروزس تصلب الشرايين وحاله هايبر ثايروديزم. يعني لما تلاقي الضغط بيلعب فوق عالي قوي وتحت قليل قوي غالبا ده مريض هايبر ثايروديزم اصلا. الفرق بين السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر بنسميه بالص بريشر، بنسميه ايه؟ بالص. يعني لو مثلا السيستوليك 120 والدايستوليك 80 الفرق بينهم كام؟ 40، يبقى البالص بريشر بتساوي 40. واحنا قلنا الثايرويد بيعمل ايه في السيستوليك؟ يزوده، ويعمل ايه في الدايستوليك؟ يقلله، فالفرق بينهم يزيد، يعني البالص بريشر زاد. بص عندك على الايفكت على الكارديو فاسكولار سيستم. اول حاجه مكتوبه عند حضرتك انكريز النمبر والافينيتي والبيتا ريسبتور للكاتيكولامين، بيزود عدد البيتا ريسبتور وبيزود الافينيتي حساسيه البيتا ريسبتور للكاتيكولامين. مين هم الكاتيكولامين دول؟ ادرينالين ونور ادرينالين. ولما الحساسيه بتاع البيتا ريسبتور تزيد ذات ليد تو انكريز الكاردياك اوتبوت، وكلمه انكريز الكاردياك اوتبوت، كاردياك اوتبوت معناها كم الدم اللي خارج من القلب، كم الدم اللي خارج من القلب زاد، وقلنا الهارت ريت هيزيد، قلت لك بما ان ضربات القلب بتزيد وقوه الضربه الواحده بتزيد يبقى كم الدم اللي خارج هو كمان بيزيد. العدد هارت ريت، القوه كونتراكشن، كم الدم كاردياك اوت بوت، يبقى الكاردياك اوت بوت زاد. ها كمان بقى بيقول لي انكريز البلاد فلو ان التيشو اللي هو الجزء اللي هو بتاع الثايرويد، واحنا بنقول الايفكت على ايه دلوقتي؟ الكارديو فاسكولار، كارديو فاسكولار، فعاوزين نعرف تأثيره إيه على القلب وتأثيره إيه على الأوعية. عرفنا حالا تأثيره على القلب، تأثيره على القلب بيعمل إيه في القلب؟ بيزود شغل القلب، يعني هيعمل إيه في السيستوليك بلاد بريشر؟ هيزوده. انزل لي على كلمة إت إفكت أو إت أفكت الأرتيريال بلاد بريشر كالآتي. وبص أول سطر مكتوب إيه؟ إنكريز السيستوليك بلاد بريشر نتيجة زيادة الكاردياك أوت بوت. يبقى عرفنا إن هو بيزود السنسيتيفيتي، نجيب الكلام ورا بعض أهو. بيزود السنسيتيفيتي والنمبر بتاع البيتا ريسبتور لمين؟ للكاتيكولامين، فيزود الهارت ريت ويزود الكاردياك اوت بوت اللي يزود السيستوليك. تعالوا بص على اللي بعدها. زياده الميتابوليزم كانت تزود الميتابولايت، فبيقول لي انكريز البلاد فلو ان التيشو، بيزود سريان الدم في الانسجه. هو معنى ان سريان الدم زاد في الانسجه يعني الوعاء وسع ولا ضاق؟ وسع. بيقول لي ديو تو فازو دايلاتيشن. ايه اللي عمل الفازو دايلاتيشن؟ الميتابولايتس. بيقول لي سكندري تو انكريز التيشو ميتابوليزم، في حاجه ثانويه لزياده الميتابوليزم. انا عاوزك تبقى بالترتيب بقى زياده مين؟ الميتابوليزم هيزود الميتابولايت اللي هتعمل فازو دايلاتيشن، فتزود البلاد في لون الانسجه، والفازو دايلاتيشن معناها ان انا قللت الدايستوليك بلاد بريشر. انزل على رقم 2 في الافكت، ديكريز الدايستوليك بلاد بريشر نتيجه الفازو دايلاتيشن. اذا محصلة زيادة السيستوليك ونقص الدايستوليك
هي زياده الفرق ما بينهم اللي اسمه بالص بريشر. فبيقول لي وبالتالي ده بيزود البالص بريشر. كلمات ورا بعض السكور، زودت افينيتي ونمبر اوف بيتا ريسبت، زودت الهارت ريت، زودت الكونتراكشن، زودت الكاردياك اوت بوت، ولما الكاردياك اوت بوت زاد يزود السيستوليك. في نفس الوقت زودت الميتابوليزم فزودت الميتابولايت، والميتابولايت تعمل فاس دايلاتيشن، فالبلط فلو يزيد والفاس دايلاتيشن يقلل الدايستوليك. الفرق بين زياده السيستوليك ونقص الدايستوليك هو زياده البالس بريشر وده تاثيره على الكارديو فاسكولار سيستم. وكده خلصنا الفانكشن كلها. تعالوا يلا نتكلم عن الكنترول اوف سكريشن. بنتكلم على الكنترول بتاع الثايرويد هرمون، وتعالى يلا احط لك رسمه الكنترول وسكيم الكنترول بتاع الثايرويد هرمون. الرسمه دي لو قدامك صفحتين اتنين خلص وانت مغمض عينيك. بنبدا دايما بالغده اللي فوق او الجزء اللي فوق اللي كان اسمه هايبوثالاموس. ادي الهايبوثالاموس اهو. الهايبوثالاموس كان تحت هنا مين؟ الغده اللي كان اسمها ايه؟ ما اسمهاش بيتيوتري، اسمها انتيريور بيتيوتري. وكان يجي تحتها الغده اللي احنا عاوزينها اللي هي اسمها ايه بقى؟ الثايرويد. الثايرويد كانت بتطلع مين ومين؟ تي 3 وتي 4. مين اكتر من مين؟ تي 4 اكتر، بس مين اللي يشتغل؟ تي 3. تقوم الانتيرور بيتيوتري بتنزلها للثايرويد، كنا خدناه اسمه تي اس اتش. الهايبوثالاموس بينزل للانتيرور دي حاجه اسمها تي ار اتش او تي ار اف. هو تي اس اتش اختصار لايه؟ ثايرويد ستيمولاتنج هرمون. امال التي ار اتش فكرة الهايبوثالاموس كانت بتنزل يا ريليسنج يا انهبيتوري، دي بنسميها ثايرويد ريليسنج هرمون، بس ما اسمهاش ثايرويد بقى، هنعرف حالا اسمها ايه. اسمها ثايروتروبين ريليسنج هرمون. فاكرين ده كان اسمه اصلا؟ تي اس اتش كان ليزر اسمه ثايروتروبين، فده الهرمون اللي هيخرج الثايروتروبين فنسميه ثايروتروبين ريليسنج. اذا لو مستوى التي 3 والتي 4 زاد زاد اشتغل يلا تي 3 تي 4 زادوا، يا اما نطلع الهايبوثالاموس نقول لها قللي، يا اما نطلع للبيتيوتري نقول لها قللي، يا اما نطلع للثايرويد نقول لها ما تنزليش. ادي الكنترول. تعالوا بصوا على مكتوبه ازاي بقى. الكنترول اوف سكريشن بيقول لي هنتكلم هنا عن خمس عوامل. العامل الاول هو الثايروتروبين ريليسنج هرمون. من الثايروتروبين ريليسنج هرمون ده؟ التي ار اتش اللي جاي منين؟ الهايبوثالاموس. بلاش تي ار اف دي، خلينا في التي ار اتش بقى. رقم اثنين ثايرويد ستيمولاتنج هرمون اللي كنا بنسميه اصلا ثايروتروبين اللي هو اسمه تي اس اتش. ثم الفيدباك، وهنفهم دلوقتي يعني ايه الفيدباك. قال الفيدباك هنا عموما هتبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. هو ايه الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف فيدباك؟ نيجاتيف معناها لما الهرمون يزيد لازم نقلله، امال لو بوزيتيف معناها الهرمون لما يزيد نزوده. كان واحد بس اللي بوزيتيف، الاوكسيتوسين. اي حاجه غير كده هتبقى نيجاتيف. ومعانا حاجه اسمها الايودايد سبلاي، كم اليود اللي هتاكله. ومعانا حاجه اسمها الانتي ثايرويد ايجنت، ادويه ضد الثايرويد. نبداهم واحد واحد، وهنبدا اول واحد بالثايروتروبين ريليسنج هرمون. كل الكلام اللي فيه انتوا عارفينه. الثايروتروبين ريليسنج هرمون كل هرمون هنتكلم عنه حالا هنطبق القواعد بتاعتنا. اسمه الثاني، نازل منين، تركيبه ايه، الريسبتور بتاعه ايه، الميكانيزم اوف اكشن ايه، شغله ايه. هنطبق قواعد عامه ماشيين عليها من اول بدانا اول حصه في الاندوكراين. نبدا بالتي ار اتش. التي ار اتش طالع من هايبوثالاموس، من هايبوثالاموس، يبقى تركيبه بوليبيبتايد، يبقى الريسبتور سيل ممبرين ريسبتور. بيقول لي ده التي ار اتش سكريتد من الهايبوثالاموس، اهو طالع من الهايبوثالاموس، طالع من الهايبوثالاموس تركيبه ايه؟ بوليبيبتايد، ورايح لمين؟ انتيرو بيتيوتري. اذا يتم تصنيعه هايبوثالاموس ثم ينقل انتيرو بيتيوتري عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. مكتوب عندك بيقول ترانسبورت تو الانتيرو بيتيوتري عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. الفانكشن بتاعته ايه؟ هو نازل من الهايبوثالاموس عشان يروح الانتيرو بيتيوتري، عشان يخليها تنزل تي اس اتش. اذا هو بيحفز الانتيرو ده يخليها تنزل تي اس اتش. مكتوب عندك الفانكشن بتاعته ستيمولييت انتيرو بيتيوتري تو انكريز اتس اوت بوت اوف تي اس اتش، بيحفز الانتيرو ده انها تخرج تي اس اتش. بص على اللي بعدها، اكسبوجر تو كولد، التعرض للبروده اند فيريوس ايموشنال رياكشن، وايموشنز شديده زي ستريس مثلا،
بيقول لي ده بتزود التي ار اتش فتزود التي اس اتش. ايه الكلام ده بقى؟ ايه اللي هو بيقوله ده؟ الاول هو التي ار اتش نازل من ايه؟ والله مصارص هو اول حاجه بتحس باي ايموشنز في الجسم. اي ايموشن في الجسم تروح الاول للهايبوثالامس. يبقى لو الايموشن زادت في جسمك حاله ستريس ضغط عصبي شديد مين اللي بيتحفز؟ هايبوثالامس. يوم جاي بينزل تي ار اتش فالتي ار اتش يروح انتروبيكيوتري الخلايا تنزل تي اس اتش تقوم التي اس اتش نازل الثايرويد الخلايا تنزل تي 3 وتي 4 عشان يعملوا طاقه يلحقوا على الضغط العصبي اللي انت فيه. امال لو حالك كولد بقى لو بروده؟ البروده هايبوثالامس وظيفتين اتنين في الجسم مشاعر والتمبريتشر بتاع جسمك. لما تبقى الدنيا برد البروده تحفز الهايبوثالامس يوم منزل تي ار اتش يوم مشغل الانتروبيكيوتري خلاها تنزل تي اس اتش اللي تشغل ثايرويد تقوم جايه منزلها تي 3 وتي 4 اللي احنا كنا قلنا بيزود الهيت برودكشن يزود انتاج الحراره فيدفيك. عشان كده اليومين دول الثايرويد زياده شغاله كويس. ليه شغاله كويس؟ عشان البروده بتحفز الهايبوثالامس. هو مكتوب عندك ايه بقى؟ اكسبوجر تو كولد التعرض للبروده او اي ايموشنال ستريس اي ايموشن عموما ده هيحفز مين؟ الهايبوثالامس. هو لازم كده يسيب لك ايه؟ يقوم جاي شايل كلمه من وسط السطر عشان يخلي اللي بيشارك يقول لك هو فاهم ولا لا؟ يعني لازم كده يقوم جاي رامي لك كلمه في جنب عشان انت تقرا اه تمام تمام طب فاهم؟ لا بس هو كلام مكتوب وخلاص. لا خليك فاهم بقى الكولد والايموشن بيحفزوا مين؟ هايبوثالامس. فلما يحفز ينزل تي ار اتش فالتي ار اتش يحفز الانتروبيكيوتري فتنزل تي اس اتش. ده اللي مكتوب عند حضرتك. نبص على الميكانيزم اوف اكشن. التي ار اتش الريسبتور بتاعه التي ار اتش الريسبتور بتاعه سيل ممبرين ريسبتور وشغال بفوسفولايبيسي شغال بفوسفولايبيسي فيزود التي اس اتش. فافتح لي عندك صفحه 5 5 صفحه 5 وبص على اخر الصفحه من تحت خالص الميكانيزم بتاع الاي بي 3 والداج. في الاي بي 3 والداج كان الانزيم اللي بيتحفز اسمه فوسفولايبيز سي. بص كده على الهرمونات اللي شغاله بالاي بي 3 وداج هتلاقي اول واحد مين؟ انجيوتنسين ده مش معانا. تاني واحد مكتوب مين؟ تي ار اتش. مين التي ار اتش ده؟ ده اللي نازل من الهايبوثالامس عشان يحفز انتيرور بيتيوتري. يعني هو شغال بفوسفولايبيز سي. اكتب لنفسك بين قوسين يعني سكيم اي بي 3 وداج ده شغال اي بي 3 وداج. التي ار اتش لما بيجي يشتغل على خلايا الانتيرور بيتيوتري بيمسك مع الريسبتور عليها من بره. اذا هو ليه سيرفيس من برين ريسبتور شغال بطريقه الاي بي 3 وداج. يعني ايه؟ لما كنا بنقول انه اول ما بيمسك مع السيل من برين ريسبتور من بره يقوم نحفز انزيم اسمه فوسفولايبيز سي جوه اللي يشتغل على الفوسفوليبيد بتاع السيل من برين فيصنع منهم اي بي 3 وداج. الاي بي 3 يزود الكالسيوم والداج يحفز البروتين كاينيز اللي كان بيشتغل. الكلام اللي خدناه في اول حصه خالص ده شغال فوسفولايبيز سي. احنا كنا قايلين لو تفتكروا اي بولي بيطير الريسبتور بتاعه سيل ممبرين فيشتغل بسكند ميسنجر. والسكند ميسنجر كانوا خمسه سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي تيروسين كاينيز كالسيوم كالموديولين اي بي 3 وداج. هو عاوز يقول لك ان التي ار اتش بولي بيبتايد والسكند ميسنجر بتاعه اي بي 3 وداج. عشان تشغل الاي بي 3 وداج كان الانزيم اللي بيحفزهم اصلا اسمه فوسفولايبيسي. هو عاوز يقول لك ان ده شغال باي بي 3 وداج. تعالوا نبص على اللي بعدها اللي هو الثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هو اسمه الثايروتروبين اللي هو مين بقى معانا؟ تي اس اتش. فاكرين في الانتيرو بيوتري لما خدنا هرمونات الانتيرو بيوتري كانوا سته ثلاثه بولي بيبتايد وثلاثه جلايكوبروتين. كان اول واحد في الجلايكوبروتين تي اس اتش. فتلاقي مكتوب عندك الثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هو الثايروتروبين اللي هو التي اس اتش ده من الانتيريور بيتيوتري. ده طالع من الانتيرور بيتيوتري تركيبه جلايكوبروتين. ونزل لي على اخر سطر تلاقي مكتوب لك السيلر ميكانيزم اوف اكشن بتاعته سايكليك اي ام بي. هو طالع من ايه؟ انتيرور بيتيوتري. يعني الممبرين ريسبتور بتاعه او الريسبتور بتاعه على الممبرين سيل ممبرين ريسبتور. فاكيد هنحتاج سايكليك اي ام بي ومتعودين معظم السكند ميسنجر كانوا سايكليك اي ام بي اصلا. بس احنا كنا خدنا استثناء بتاع التي ار اتش اي بي 3 وده بس معظم اللي كنا خدناهم لغايه دلوقتي بالسيل ممبرين ريسبتور كانوا سايكليك اي ام بي. الاستثناء بتاعنا كان التي ار اتش. انا عاوز اوصل لك ايه؟
الهرمون اسمه تي اس اتش، اسم التالت بتاعه سيروتروبين، الاسم التالت بتاعه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، طالع من انتيرور بيتيوتري، تركيبه جلايكوبروتين، الريسبتور بتاعه سيل ممبرين ريسبتور، الميكانيزم اوف اكشن بتاعته سكند ميسنجر سايكليك اي ام بي. بقى نعرف الفانكشن، تعال نبص على الفانكشن بتاع التي اس اتش. هو التي اس اتش هيزود التي اس اتش اللي نازل من انتيرور بيتيوتري، هينزل يحفز الثايرويد تنزل تي 3 وتي 4. اذا التي اس اتش بيزود مستوى تي 3 والتي 4، عاوزين نعرف ازاي بقى. مكتوب عندك بيقول it increases secretion of T3 و T4، ال TSH هيزود افراز ال T3 وال T4 ازاي؟ رقم واحد increase the proteolysis of thyroglobin. الحصة اللي فاتت في الثايرويد كنا قلنا ان لما بيجي يتصنعوا ال T3 وال T4 ومت ودت كانوا لازم يمسكوا في جزيء بروتين كبير اسمه ثيروجلوبين عشان ما يخرجوش لبره. هنا عشان يخرجوا لبره وعشان يشتغلوا لازم اخليهم يتكسروا من البروتين، وكلمه ان هم يتكسروا من البروتين اسمها بروتيوليسيس. بقول لك بيزود البروتيوليس اوف ثيروجلوبين، يعني بيكسر البروتين اللي اسمه ثيروجلوبين بطريقه اسهل. بيحرر مين من مين؟ بيحرر التي 3 والتي 4 من جزيء البروتين فيطلعوا فيزيد افرازهم. كاتب عندك بالتالي يزود الريليس اوف ثيرويد هرمون. دلوقتي هم متصنعين ولا لسه هيتصنعوا؟ هم متصنعين ومستنيين يخرجوا، فهو بيسهل خروجهم. بص الثيرويد بيجيبها ازاي بقى؟ اللي هو التي اس اتش بيجيبها ازاي؟ يبدا يقول لك يخش للغده تبقى صنع لي شويه تي 3 وتي 4، اه طب طلعيهم يلا، طلعي اللي عندك دول. طب كده انا خلصت، صنعي لي من جديد. يعني الاول بيروح يبقى متصنع يكسره من الثيروجلوبين ثم يطلعه. امال بعدها؟ مكتوب عند حضراتكم this is the most important early effect، ده اهم حاجه بتحصل في الاول. هو لما التي اس اتش ينزل وعاوز يعمل تاثير سريع سريع، يصنع من جديد ولا يخرج اللي متصنع؟ يخرج اللي متصنع. عشان كده بيقول لك ده the most important early effect، ده اهم حاجه بتحصل في الاول. هو اتش ديفلوب within 30 minutes، ده في نص ساعه يكون شغال. طب مشكله دلوقتي انت خرجت اللي متصنع، طب اللي متصنع ده خلاص يبقى لازم صنع من جديد، فتزود الايودايت بامب. الايودايت بامب دي احنا كنا بندخل اليود الغده، ثم بعد كده هتزود الايودينيشن اوف تايروسين لما كان اليود يمسك مع التايروسين، ثم تخليهم يمسكوا مع بعض يكونوا ميت او ديت او تي 3 او تي 4 زائد. علم على الكلمه دي قوي قوي قوي، تي اس اتش بيزود حجم الغده، التي اس اتش بيزود السايز والاكتيفيتي اوف ثايرويد سيل، بيزود السايز والاكتيفيتي. الخص لكم ده كله، التي اس اتش بيزود ريليس، بيزود السينسز، بيزود السايز، بيزود ريليس. انتوا عارفين ريليس يعني ايه؟ اكسرها من الثيروجلوبين. بيزود السينس في كل خطوات السينس من اول الايودايت بامب لحد ما يصنعهم تي 3 وتي 4، زائد مهم قوي وهحتاجها كتير النهارده، التي اس اتش بيزود حجم الغده، التي اس اتش بيزود حجم الغده، التي اس اتش بيزود حجم الغده. حضراتكم كنتوا عارفين من ايام الاحياء في ثالثه ثانوي الناس اللي بيكون عندهم جحوظ في الرقبه اللي هو الجويتر، الجويتر ده كان معناه ان عنده مرض قلتوا ايه؟ زياده ثايرويد. هنتفاجئ حالا ان زياده الثايرويد ونقص الثايرويد بيكبروا حجم الغده. مش زيادتها بس، ده الزياده والنقص. ازاي بقى؟ رقم واحد بيقول لك في الزياده بيكون سبب الزياده ان في ورم في الغده، فلما يكون في ورم في الغده الورم هيزود حجم الغده. ده عرفنا ليه بيتزود، امال ليه لما بيقل بيزيد حجم الغده؟ حد عارف؟ مين هيزيد؟ تي 3 وتي 4 اشتغل يلا، هيقل اسف اللي هيقل تي 3 وتي 4 اشتغل يلا. هيقوموا جايين طالعين وهيبقوا صعب تنزل تي ار اتش، تنزل تدرب بيتوتري، تنزل تي اس اتش اللي يزود حجم الغده. فحتى التي 3 والتي 4 لما يكونوا قليلين حجم الغده كمان بيزيد. اذا الغده رقيه حجمها بيزيد لما تكون زياده ولا نقص؟ الاثنين. عشان كده انا اكدت على الكلمه دي. اقلب الصفحه يلا. بعد كده هنتكلم عن الفيدباك افكت بتاع الثيروكسين. الفيدباك كلام تافه لو انت فهمت اللي انا قلته حالا. في الفيدباك بيقول لك ايه؟ تعالوا يلا نلعب سوا في اللعبه دي. انكريز الثيروكسين هرمون ليفل اون بلاد، زياده مستوى الثيرويد هرمون في الدم.
يعني زي التي 3 وتي 4 يعملوا ايه؟ يا يروحهم طيب وصلوا يا يروحهم لبيتيوت يا يروحهم الثايرويد. بقول لك زياده الهرمونات هيقلل السكريشن اوف تي اس اتش من الانتيرور بيتيوتري. يعني هو هنا بيقول لك هتروح لمين؟ للانتيرور تخليها تقلل تي اس اتش. وكاتب عندك بيقول بيكوز ثايروكسين ديكريز النمبر اوف تي ار اتش ريسبتور على الانتيرور بيتيوتري. ويا سلام على الفسيولوجي لما يبدا يبدع. ده اسمه ايه؟ تي 3 وتي 4. دلوقتي هم زادوا، بيقول لك لما دول بيزيدوا ياخدوا بعضهم ويروحوا على الانتيرور بيتيوتري يقللوا من الريسبتور بتاع التي ار اتش. يعني التي ار اتش يجي ينزل يشتغل ما يلاقيش الريسبتور، فلما ما يلاقيش الريسبتور الانتيرور بيتيوتري ما تتحفز، فالتي اس اتش يقل، فالهرمونات دي تقل. وده المين فيدباك، دي اهم واحده فيهم مكتوب عندك. بيقول ديت المين فيدباك. نجيبها تاني كده يلا. احنا عندنا زياده الثايروكسين اللي هم مين ومين؟ تي 3 وتي 4. هو جاب لك ايه؟ بصهم، قال لك زياده كذا بتقلل كذا، جاب لك الاول والاخر، ثم بعدها قال لك اللي بيحصل في النص. فزياده تي 3 وتي 4 هتقلل تي اس اتش. ازاي بقى؟ بيقول لك لان الثايروكسين اللي هم التي 3 والتي 4 بيقلل النمبر اوف تي ار اتش ريسبتور على الانتيرور بيتيوتري. سؤالي بقى هنا، مستوى التي ار اتش حصل له ايه؟ مستوى التي ار اتش نورمال، ما حصلوش حاجه، احنا ما اثرناش عليه اصلا. امال مستوى التي اس اتش قل، والتي 3 والتي 4 قلوا بعد ما كانوا زياده. ده اقصد نورمال، مش اللي هو النورمال فاليو، اقصد نورمال زي ما هو، نو تشينج، ما اتغيرش عن اللي كان عليه. كان ايه بقى؟ حسب المرض، بس اقصد ان هو ما اتغيرش على الوضع اللي كان عليه. ده قل وبالتبعيه ده قل، ده حصل له ايه؟ فضل زي ما هو ما اتغيرش. هو بقى الزياده قليل ما اقصدش ليه، هو بيفضل زي ما هو. وده المين فيدباك. تعالوا نبص على رقم 2، انكريز الثايروكسين هرمون ليفل ان بلاد ديكريز السكريشن اوف تي ار اتش. بيقول لك بيقلل مستوى التي ار اتش، والتي ار اتش لما يقل معناه ان احنا جبنا الموضوع من اول ايه؟ من اول هايبوثالاموس. بيقول لك ده ويك فيدباك ميكانيزم، ده حاجه ويك. اذا التي 3 والتي 4 لما بيزيدوا يروحوا الاول لمين؟ التيرو بيتيوتري، او يروحوا لمين بقى؟ الهايبوثالاموس. مين فيهم اهم من الثاني؟ بتاعت الانتيرو بيتيوتري اهم. بيعمل بتاع الانتيرو بيتيوتري ازاي؟ يروح على الانتيرو بيتيوتري يقلل عدد الريسبتور بتاعت تي ار اتش، ما تنزلش تي اس اتش، فالغده الدرقيه ما تنزلش تي 3 وتي 4، وده الاساسي. او نروح للهايبوثالاموس نقول له ما تنزلش تي ار اتش، شوف الموضوع من اوله بقى، ما تنزلش تي ار اتش، انا ما تحفزش، انا ما تنزلش، انا ما تحفزش، انا ما تنزلش في الاخر. وده النيجاتيف، النيجاتيف، النيجاتيف فيدباك. احنا ما خدناش حاجه بوزيتيف غير حاجه واحده بس، اوكسيتوسين. تعالوا نبص على حاجه اسمها الايودايد سبلاي بقى. الايودايد سبلاي ده يعتبر يا جماعه اكبر كنترول في المنهج. كل الكنترول بتاع اي هرمون كان كلمتين وقلب. الثايرويد ده اكبر كنترول في المنهج واكبر امراض في المنهج، والعنوان بتاع السيرسز موجود فيها هي والفيتامين دي. اذا الثايرويد بتاخد حجم كبير قوي من منهجك، لانه يعتبر هي تاني اهم غده في الجسم بتصيب امراض بعد البنكرياس. لان اشهر مرض غدي على وجه الارض هو السكر، يليه امراض الغده الدرقيه. عشان كده الغده الدرقيه بيتكلم عنها بالتفصيل، لان امراضها مشهوره جدا. الكنترول رقم 3، احنا خدنا اول كنترول التي ار اتش، تاني كنترول التي اس اتش، تالت كنترول النيجاتيف فيدباك اللي هو تطبيق التي ار اتش وتطبيق التي اس اتش. عاوزين بقى نتكلم حاجه اسمها الايودايد سبلاي. وكلمه ايودايد سبلاي معناها كم اليود اللي داخل الغده. كم اليود اللي داخل الغده؟ هو كم اليود اللي داخل الغده متاثر بايه؟ بكم اليود اللي انت كلته. اذا ده اسمها الايودايد سبلاي، انت كلت قد ايه فدخل الغده قد ايه. مكتوب عن طريقكم بيقول افكت الثايروكسين فورميشن، ده بيأثر على تصنيع الثايروكسين. وقلت لكم الثايروكسين ده مدلول لايه؟ تي 3 وتي 4. بتسمع كلمه الثايروكسين دي اعتبر احنا بنتكلم عن التي 3 والتي 4. بيقول ده بيأثر على الثايروكسين فورميشن حسب الليفل ان بلاد، حسب مستوى الايودايد في البلاد ده عامل ايه. فاكرين في الحصه اللي فاتت بتاعه الثايرويد لما خدنا وقلنا ان اليود مهم جدا في تصنيع الثايروكسين اللي هم الهرمونات. فهنا بيقول لك تصنيع الهرمونات بيعتمد على مستوى الايودين، بيعكس الكلمه مش اكتر. ازاي بقى؟ يا دول ناخد لو نورمال بلاد ليفل
لو لو بلاد ليفل، لو هاي بلاد ليفل اوف ايودايد. وهنا انا بتكلم عن بلاد ليفل، بلاد ليفل شوف حد فاكر ولا لا. لما كنا بناكله، لما كنا بناكله كان بيبقى سخطه في الامعاء ايوداين، ثم كان يتحول الى ايودايد فيخش الدم. يعني اللي في الدم مين؟ ايودايد. فعاوزين نشوف مستوى الايودايد في الدم حاصل ايه، هل نورمال، هل قليل، هل هاي. نبص اول حاجه على النورمال بلاد ليفل اوف ايودايد، ات هاز نو افكت، ملوش اي تاثير طالما نورمال. اذا احنا نخاف من الايودايد سبلاي امتى؟ لو قل او زاد. انما لو نورمال الموضوع ماشي عادي خالص. النورمال بلاد ليفل اوف ايودايد ات هاز نو افكت بيكوز ات ويل بي ستورد ان ذا جلاند، اللي هو الطبيعي اللي احنا قلناه. طول ما اليود ماشي كويس في دمك الغده هتاخده وانتهى الموضوع. امال لو الفكره بقى لو بلاد ليفل اوف ايودايد، لو بلاد ليفل بصش عندي خالص فكر. لو لو بلاد ليفل اوف ايودايد يبقى كم اليود اللي داخل الغده قال، يبقى تصنيع التي 3 والتي 4 قال، يبقى لازم نطلع هاي بصرة يخليها تزود تي ار اتش، فتزود تي اس اتش، فيقوم التي اس اتش ده عامل ايه في حجم الغده؟ يزود حجم الغده، على الرغم من ان اليود كان في الدم قليل. بص عندك يلا لو بلاد ليفل اوف ايودايد نقص اليود ده هيقلل تصنيع وافراز الثايرويد، فبالتبعيه هيزيد مين؟ تي اس اتش. هو برضه زي ما بقول لكم بيوم جاي خاطف كلمه من النص كده، هو الموضوع ان هو بيزيد كله، فيجي في الاخر مستوى التي اس اتش يزيد. ما هو المعنى ان اليود قليل يعني التي 3 والتي 4 قليلين، يبقى التي اس اتش لازم يزيد. والتي اس اتش لما بيزيد بيعمل ايه في حجم الغده؟ يكبرها، انلارجمنت اوف الثايرويد جلاند. ليه بنعمل انلارجمنت اوف الثايرويد جلاند بقى؟ بصوا الفكره ماشيه ازاي. حكمه ربنا في الحته دي ان الغده تكبر عشان الغده تستقبل كم دم اكتر وتقدر تمص اكبر كم يود تقدر عليه. عارفين كده اللي هو الغده قاعده كده فعماله تاخد يود، فاليود قليل، قامت جايه الغده عامله كده وهتقولي يود. ده القصه بالظبط، ان هو لازم تكبر حجمها عشان تاخد كم اكبر من اليود. مكتوب عندك بيقول بيحصل انلارجمنت اوف الثايرويد جلاند تو كومبنسيت. يعني ايه كومبنسيت؟ تعوض ذا لو ليفل اوف ثايرويد هرمون. وايه اللي خلى مستوى الثايرويد هرمون قليل؟ ان اليود قليل، ولما مستوى الثايرويد يكون قليل لان اليود قليل مين يزيد؟ تي اس اتش في حجم الغده يزيد هو كمان عشان يعوض النقص ده ويبدا يخرج كم اكبر. طب لو هاي بلاد ليفل اوف ايودين بقى او ايودايد اسف، زياده كم يود؟ يزود، يروح للغده كتير فيزود تي 3 والتي 4، يروح الدور البيتيوتري يقول لها ما تنزليش تي اس اتش، حجم الغده يصغر، لان التي اس اتش لما ما ينزلش التي اس اتش بيكبر الحجم، فلما ما ينزلش الحجم يصغر. عشان كده الناس اللي بيكونوا، الناس اللي بيكونوا هيعملوا عمليات في الغده الدرقيه، الغده الدرقيه يا جماعه فيري ريتش ان بلاد سبلاي، الامداد الدموي بتاعها عالي جدا، دم كتير قوي. ولك ان تتخيل احنا في عمليه الغده الدرقيه بنكون بندبح حرفيا، يعني احنا بنرقد الشخص وبنجيب مشط ونفتح كده بندبح عشان الغده الدرقيه تكون قدامنا. احنا مجرد ما بنفتح الغده الدرقيه كده بنلاقي نافوره دم في وشنا، لان الغده بيكون حجمها كبير طبعا والبلاد سبلاي بتاعها عالي. بنيجي قبل العمليه باسبوعين نقول للمريض خد يود كتير ونكتب له دواء يود. حد فاهم ليه بنقول للمريض خد يود كتير؟ لان لو خد يود كتير التي 3 والتي 4 هيزيدوا، على الرغم من انه مريض غده درقيه اصلا، يعني هم زايدين اصلا، احنا عاوزين نزودهم كمان. ليه بقى؟ عشان لما يزيد قوي حجم الغده يصغر، فلما حجم الغده يصغر البلاد سبلاي يقل، فلما اجي افتح العمليه ما الاقيش نافوره دم في وشي. انا بزوده مش انا عالجه، ده انا عشان بس اعرف اعمل العمليه كويس. مكتوب عند حضراتكم هاي بلاد ليفل اوف ايودايد، لو مستوى الايودايد عالي ده هيقلل حجم الثايرويد جلاند واتس بلاد سبلاي. والكتاب معتمد انك فاهم بقى، فهو اصل نص الكلام بس انا هقوله لك اهو. زياده اليود يخش الغده كتير، فلما يخش الغده كتير يزود تي 3 وتي 4 بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يروح للانتيرور اللي هي اهم واحده يخليها ما تنزلش تي اس اتش، ولما تي اس اتش ما ينزلش حجم الغده يصغر. هو بادئ من اول الكلمه دي،
هو عدى كل ده وبدأ من أول decrease the size of thyroid gland. ولما الحجم يقل الإمداد الدموي ليها هو كمان هيقل. بيقول لحضرتك lead to decrease the activity، شغلها هيقل، فيقل مستوى الثيرويد هرمون. هو كان إيه اللي حصل الأول؟ مستوى اليود عالي فيخش الغدة. ركز بقى عشان ما تتوهش، أنا بقولها أهو، الناس اللي تعرف منهم بقولها تاني أهو. حجم اليود أو كم اليود زيادة فين؟ في الدم، يعني دخل الغدة كتير. فلما دخل الغدة كتير الغدة صنعت تي 3 وتي 4 كتير، فأفرزت تي 3 وتي 4 كتير. لما أفرزتهم يطلعوا بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم لمين؟ أنترو البيتيوتر، يخليها ما تنزلش تي اس اتش. فلما التي اس اتش ما ينزلش حجم الغدة يصغر، البلاد سبلاي يصغر. أنا عايز أسأل عن حاجة؟ الايه؟ طبعا طبعا. لو زاد، انا قلت كلمه واضحه ساعتها، حلو السؤال، انا قلت لو زاد او قل، انا قلت مين اللي زاد او قل؟ تي 3 وتي 4. تي 3 وتي 4 لو زاد ساعتها قلت لكم بسبب ورم في الغده، ما قلتش بسبب زياده اليود. زياده اليود دي حاجه ثانيه، يعني لو اليود في الدم زاد حجم الغده يصغر، انما لو في ورم، الورم هو الورم نفسه، الورم الكلكوعه هي اللي بتكبر الحجم. هناخد الكلام ده في الامراض ان شاء الله. يعني انا ما بتكلمش حالا عن عن الكبر نتيجه تضخم، لا، التضخم ده بيكون نتيجه ورم، ورم مش نتيجه اليود زياده. كاتب بعدها بيقول لي فور ذس ريزون، للسبب ده تحديدا، ايودايد از جيفن تو هايبر ثايرويد بيشنت. بندي اليود بكثره للناس اللي عندهم هايبر ثايرويديزم. ايه هايبر ثايرويد ده؟ يعني عندهم زياده في افراز التي 3 والتي 4، مما يؤدي الى او فور اباوت 2 ويكس، لمده اسبوعين قبل العمليه، بيفور سيرجيكال ثايروديكتومي. ايه ثايروديكتومي دي؟ استئصال الغده الدرقيه. هو ما بيكونش استئصال بمعنى كلمه استئصال، احنا بنعمل حاجه اسمها هيمي ثايروديكتومي. هيمي يعني نشيل النص اللي فيه الورم، امال لو الورم جايبها كلها لازم نشيلها كلها. فاحنا بنحدد في الجراحه احنا عاوزين نعمل ايه حسب الوضع اللي قدامنا. وبكرر تاني، حجم الغده هنا صغر لما كم اليود زاد، ما جبت السيره ورم، انا بقول كم اليود. بالمناسبه في الصيدليه ملح اسمه ملح يود، في الصيدليات ملح اسمه ملح يود. ملح اليود ده بينطبخ بيه عادي خالص زيه زي الملح العادي، بل انه صحي كمان عن الملح العادي بتاعنا، اسمه ملح يود. ده بنجيبه ونديه لبعض امراض الثايرويد جلاند في حالات معينه، نقول لهم خدوا منه. عشان كده الناس اللي هيكون جايين عمليات بعد اسبوعين بنكتب لهم انهم حطوا ملح يود من الصيدليه، ونقول لزوجته او اللي بيطبخ عموما ابداي استخدمي ملح اليود عشان عاوز اليود يعلى في الدم. بعد كده حاجه اسمها الانتي ثايرويد ايجنت. والانتي ثايرويد ايجنت دي مواد بتقلل الهرمونات بتاع الثايرويد، اسمها انتي ثايرويد. انتي ثايرويد دي هرمونات بتقلل مستوى الثايرويد هرمونز في الدم. اول دواء اسمه سايوسيانيت. اسمه ايه؟ سايوسيانيت. السايوسيانيت ده بيقول لك بيعمل ايه؟ كل دواء هقوله حالا هيقلل انزيم في خطوات التصنيع، فيوقف خطوه من التصنيع. فاكرين خطوات التصنيع؟ اللي هي كان اول حاجه بتعمل ايودايد بام، ثم تاكسد، ثم تمسك مع تيروسين، ثم بعد كده تمسك التيروسين مع بعض، ثم تخزنه عندك لما تمسكه مع بروتين. كل واحد من دول هيبوظ خطوه من خطوات التصنيع. اول واحد اسمه السايوسيانيت، سؤال امتحان. الانتي ثايرويد ايجنت، سؤال امتحان. اول دواء اسمه السايوسيانيت، بيقول ده ديكريز الايودايد بامب. يعني بيوقف انهي خطوه؟ الايودايد بامب باي كومبتيتيف انهبيشن. يعني ايه كلمه كومبتيتيف انهبيشن؟ بينافس، بينافس مين؟ الانزيم اللي بيعملها، اللي هو الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. السايوسيانيد ده بينافس الانزيم اللي بيعمل الايودايد بامب، وبالتالي بيقول لك السايوسيانيد بيقلل الايودايد بامب بكومبتيتيف انهبيشن على الانزيم اللي اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، فتصنيع الثايرويد هيقل. ولما الثايرويد يقل، لما الثايرويد تقل هتطلع انتيرور بيتيوتري، خلايا تنزل تي اس اتش، حجم الغده يكبر. مكتوب عندك بيقول ديكريز الثايرويد جلاند،
هيزود التي اس اتش فيحصل انلارجمنت اوف ثايرويد جلاند اللي هي جويتر. جويتر اللي هو الرقبه تكبر. اذا ده دواء وخد بالك انا بقول ايه، ده دواء انتي ثايرويد. انتي ثايرويد يعني نديه للمرضى اللي عندهم هرمونات ثايرويد عاليه عشان يقللها، بس العرض الجانبي بتاعه ان بيخلي الغده الدرقيه تكبر. ده الكلمه اللي هو عاوز اقولها لك، ده دواء بنديه لمرضى زياده افراز هرمون الغده الدرقيه، بس ليه عرض جانبي ان الرقبه بتكبر، الغده بتكبر. بعد كده بيقول البريكوليت، والبريكوليت ده ماده كيميائيه، والنيتريت ايون، النيتريت النترات وفود بعض الاكلات زي الكابج، كابج اللي هو ايه؟ كرومب، والكولي فلاور اللي هو الارنبيط. كرومب والارنبيط انتي ثايرويد، انتي ثايرويد. ما انتوش فاهمين الكلمه لغايه دلوقتي. كرومب والارنبيط انتي ثايرويد، وانتي ثايرويد ده بتاع انتاج الطاقه. عشان كده انت لما بتاكل ارنبيط وكرومب بتلاقي نفسك بعدها قلبت بطريق ولقيت نفسك عاوز تنام، لان الارنبيط والكرومب بيقللوا الثايرويد فيقللوا انتاج الطاقه فيجي لك خمول. صح يا ده احنا مصريين، ده احنا كلنا مجربين ده عمليا. البريكوليت والنيتريت والفود زي الكابج والكولي فلاور بيقول لي اكت باي ذا سيم ميكانيزم اوف سايوسيانيت، زيهم زي السايوسيانيت. يعني بيعملوا ايه؟ بيوقفوا خطوه مين؟ الايودايد بامب. اذا بينافسهم صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس، فيحصل في الاخر ان حجم الغده يكبر برضه. وعندنا الدواء الاخير اسمه البروبايل سايوراسيل، بروبايل سايوراسيل، بروبايل سايوراسيل. قسم الكلمه اهو، بقول ده ديكريز الثايروكسين هرمون. طبعا انتوا عارفين اي حاجه من دول هيعملوا ايه مستوى الثايروكسين؟ هيقللوها، لان اسمهم اصلا انتي ثايرويد، يعني كلهم بيقللوا من الثايروكسين. الفكره بيقللوا ازاي؟ بالنسبه للسايوسيانيت والبريكوليت والنيتريت والفود بيقللوا ازاي؟ يبوظوا خطوه البامب، يعني يبوظوا انزيم الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. امال البروبايل سايوراسيل بقى بيقول لي بلوك البيروكسيديز. ايه البيروكسيديز ده؟ اللي كان بيأكسد مين لمين؟ ايودايد لايودايد، واللي كان بيمسك الايودايد مع التيروسين، واللي كان بيمسك التيروسينز مع بعض. اذا البروبايل سايوراسيل ده بلوك البيروكسيديز زائد بلوك الدي ايودينيز. هو الدي ايودينيز ده اللي كان بيخلي التي 4 يتحول تي 3. ما احنا قلنا ازاي بنحول التي 4 لتي 3؟ نشيل منه يودا بانزيم اسمه دي ايودينيز. اذا هو عاوز يقول لك ان رقم واحد مش هيخلي التي 3 والتي 4 يتكونوا اصلا، انه هيوقف البيروكسيديز. رقم اثنين، حتى لو في تي 3 وتي 4 متكونين، التي 4 ملوش لازمه. فاكرين لما قلت لكم في مره ان لو التي 3 قل مين اللي يعوضه؟ تي 4. ازاي؟ تحول لتي 3. البروبايل سايوراسيل يخلي التي 4 اللي موجود ملوش اي 60 لازمه، لانه مش هيتحول للتي 3 لانه وقف الانزيم اللي اسمه دي ايودينيز. مين اللي بيوقف خطوه البامب؟ السايوسيانيت والفود والنيتريت والبريكوليت. مين اللي بيوقف باقي الخطوات كلها؟ البروبايل سايوراسيل. وبالتالي الدراج ده هيعمل انلارجمنت اوف ثايرويد، يبقى كلهم هيعملهم انلارجمنت اوف الثايرويد وكلهم هيقللهم الثايرويد هرمون، بس الفكره في الميكانيزم هيبقى ازاي. اللي بيوقف البامب هم اول اثنين، اللي يوقف الباقي كله هو البروبايل سايوراسيل. سؤال بقى، مين احسن دواء من دول؟ احسن دواء من دول هو مين يا جماعه؟ هتشيلوا الارنبيط الله يكرمك والكروم ده مش احنا عارفين. ماشي مفيش، لا مش على حسب، هو اجابه واحده مش فايصه هي بقى، مش اي حاجه على حسب. بصوا يا جماعه، في الادويه بنحب دايما اللي يعمل لي كذا حاجه في نفس الوقت. فالبروبايل سايوراسيل اقوى لانه مش هيوقف خطوه واحده، ده هيوقف تقريبا كل الخطوات. فالبروبايل سايوراسيل اقوى، بس احنا بنستخدم مين بقى عشان نعالج؟ على حسب بقى، على حسب المستوى عالي قد ايه. لو المستوى عالي بسيط بنستخدم دراج ضعيف، لو عالي قوي نبدا نستخدم حاجه قويه. طب لو في ورم بقى، مفيش ميديكال بقى، ده هيجي لنا بقى.
ده هيجي لنا الرقاد ونقوم جايين قاطعين له على طول وشايفين شغلنا. الغد تصغر بس هنعرف ان خلايا الورم ما بتستجيبش للتي اس اي وتفضل تكبر لوحدها. يعني الغده تصغر والورم يفضل يكبر فالرقبه تفضل تكبر بره. الديس اوردر اوف ثايرويد جلاند بقى الامراض بتاعه الثايرويد بنقسمها حاجتين اتنين، يا اما رقم واحد زياده يا اما رقم اتنين نقص. بصوا يا جماعة احنا لو ادينا الهرمونات دي لو ادينا الادوية دي زميلكم سألت سؤال بتقول لو ادينا الادوية دي دلوقتي حاليا انت عندك ادوية بتخلي مستوى التي 3 والتي 4 ما يزيدوش لانها بتخلي الغدة ما تنزلهمش. طب ما هو الدكتور بيزودوا مستوى التي اس اتش والتي اس اتش هيروح على الغدة يخليها تنزل تي 3 وتي 4. انا بقول لكم الادويه اللي يا جماعه تخلي الثايرويد جلاند ما تنزلش التي 3 والتي 4 كمان تخلي التي اس اتش ما ياثرش على الغده. يعني يفضل التي اس اتش ينزل بس ما يزودش الافراز، يزود الحجم بس، تفضل تكبر بلا هدف، انما تنزل لا ما تنزلش لانها عماله تكبر وانا موقف التصنيع اصلا جواها فهي بتكبر على الفاضي. فمستوى التي 3 والتي 4 بيقل بس كعرض جانبي حجم الغده بيزيد. الديس اوردر في ثايرويد جلاند بقى بنقسمها يا اما هايبر ثايروديزم يا اما هايبو ثايروديزم. يعني ايه هايبر ثايروديزم؟ هايبر معناها زياده والثايرويد اللي هي ثايرويد هرمون وازم يعني مرض، ده مرض زياده ثايرويد هرمون. امال الهايبو ثايروديزم ده نقص. طبعا كل مرض كنا بنتكلم عنه كنا بنقسمه هل هو بيفور بيوبرتي ولا افتر بيوبرتي. الهايبر ثايروديزم اسمه هايبر ثايروديزم في اي سن. الهايبوثايروديزم ليه اسمين، في الطفولة اسمه الكريتينيزم اللي هو اسمه القماءة، القماءة ده اللي هو قصير وهبة ده اسمه الكريتينيزم. الكريتينيزم اللي هو بيكون عنده تقزم وعنده خلل في القدرات العقلية اسمه الكريتينيزم، ولو في واحد كبير اسمه الميكس ديما. ميكس ديما. تعال نبدأ المرض اللي اسمه هايبرثايروديزم. او خلوني الاول اخد الكريتينيزم، معلش هاخد الكريتينيزم الاول. الكريتينيزم ده مرض زياده ولا نقص؟ نقص. امتى؟ قبل البلوغ يعني في الطفوله. فهو اي مرض، يلا كنا بنطبق على اي مرض اول حاجه لازم نعرف الديفينيشن ثم الكوز ثم رقم ثلاثه الكلينيكال فيتشر او الكلينيكال مانيفيستشن الاعراض بتاعته. مكتوب عند حضراتكم الكريتينيزم ده كونديشن اوف هايبوثايروديزم، دي حاله من حالات الهايبوثايروديزم يعني ديكريز ثايرويد هرمون ديورنج انفانسي او تشايلد هود يعني اثناء الطفوله وفي السن الصغير. ده اللي هو عاوز يقوله في السن الصغير. اسبابها ايه؟ ده في السن الصغير معنى كده ان غالبا السبب حاجه مولود بيها طالما ظهرت من السن الصغير كده. بقول لك اول سبب كونجينيتال لاك اوف ثايرويد جلاند. كونجينيتال لاك معناها واحد نازل مولود من غير ثايرويد اصلا، هو نازل ما عندوش الغده اساسا. كونجينيتال لاك اوف ثايرويد جلاند ما عندوش الغده خالص او الغده نازله في فص واحد. مش هيموت ولا حاجه عادي، هيجي له بس من الكريتينيزم. بقول لحضراتكم كونجينيتال لاك اوف ثايرويد رقم واحد ان هو مولود من غير غده اصلا. رقم اثنين ايوداين لاك ديورنج الفيتال لايف، يعني الام وهي حامل ما كانتش بتاكل اكل غني باليود فالغده الدرقيه بتاع العيل ما اتنشطتش فنازله خامله نازله فيها خمول. ده يديك مؤشر ان اي فيميل وهي حامل لازم تاخد بالها من ايه؟ باليود. الله يكرمك مش عشانك، مش مهم انت خالص، حتى لو اتكلت غلط مش فارقه معانا، اهم حاجه مين؟ اهم حاجه مين؟ الاثنين. والاثنين يا جماعه احنا ما بنخيرش بين حياتين اثنين، الاثنين اهم من بعض، الاثنين اهم من بعض، لازم ناخد بالنا من ده وناخد بالنا من ده. بس بعد اذن حضراتكم استاذ ام حامل يبقى كلي كويس وتاكدي من ان الاكل فيه عناصر غذائيه كافيه عشانك اولا
وعشان العيل ثاني. اذا اسباب الكريتينيزم يا اما مولود من غير غده درقيه وده خلل وراثي، ده بيبقى يعني حاجه كده بتبقى خلل خلقي هو مخلوق من غير غده، او ايوداين لاك اللي هو الام ما كانتش بتاخد يود كويس. ايه الكلينيكال فيتشرز بتاعته بقى؟ ايه الاعراض بتاعته اللي بتخلينا نقول على البيبي ده ان هو عنده كريتينيزم؟ رقم واحد، بيزل ميتابوليك ريت از ديكريزد. فاكرين الثايرويد كان بيعمل ايه في انتاج الطاقه والحراره؟ بيزودهم، فلما يقل هيقلوا. حرفيا احنا كل فانكشن قلناها هنعكسها وخلاص، كل الفانكشن هنعكسها وانتهى الموضوع. كان بيزود البيزل ميتابوليك ريت، فلما يقل يقلل البيزل ميتابوليك ريت. ومعنى ان كلمه البيزل ميتابوليك ريت قل يعني انتاج الحراره قل، يبقى المريض يعاني قوي في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. اذا الشتاء عنده يبقى صقيع، والصيف عنده تكييف ذاتي. ليه؟ السيروات عنده قليله اصلا، فمفيش حراره، فجسمه بارد والجو حار، هو متكيف ذاتيا. اذا بقول لك البيشنت از انتوليرانت تو كولد، ما يقدرش يتعامل مع البروده لان جسمه ما بينتجش حراره، وبالتالي البروده بتاثر عليه قوي. رقم اثنين، انكريز السيرم كوليسترول ليفل، مستوى الكوليسترول يزيد، مستوى الكوليسترول يزيد، لان السيروات اصلا كانوا بيقللوا كوليسترول، فلما هم يقلوا مستوى الكوليسترول هيزيد. حد فاكر ليه؟ عشان الثايرويد كان بيزود الريسبتور اللي اسمه ال دي ال في الليفر اللي كان بيسحب كوليسترول. مفيش ثايرويد، مفيش ال دي ال، الكوليسترول يفضل في الدم، فمستواه في الدم يزيد. بص على اللي بعدها، ديلايد فيزيكال جروس، تاخر في النمو، تاخر في النمو الجسدي. لان كنا قلنا كلمه ان الثايرويد بوتنشيت الايفكت اوف جروس هرمون، الاثنين بيعملوا نمو مع بعض. اذا لما الثايرويد يقل النمو هيتاثر. ازاي بقى؟ ديلاي تيس ايربشن، سنانه بتاخد وقت على ما تطلع. طبعا انتوا عارفين حضراتكم في المورفولوجي وفي شغلكم ان كل سنه لها زمن، يعني في الشهر كذا كذا، في السن كذا كذا. لو السن ده عدى والسنه لسه ما طلعتش غالبا بيكون عنده نقص ثايرويد. رقم اثنين، سيتنج، ديلاي سيتنج، العيل المفروض بيقعد بعد عدد شهور معينه، تلاقي العيل عدى عليه سنتين ولسه اصلا ما بيعرفش يقعد، ده كده اسمها ديلايد سيتنج. بعد كده بيقول ديلايد ووكينج، في ناس على تسع شهور تلاقي العيل قايم عمال يسلب طوله كده، سنه تلاقيه بقى عمال يجري وبيلعب كوره، في عيل تلاقيه سنتين ثلاثه ولسه ما بيمشيش اصلا، ده عنده نقص ثايرويد. وديلايد كلوجر اوف فونتانيل، ايوه عارف جايب نتيجه اهو، ساعه ما كان العيل لسه مولود اول حاجه تحطها على دماغه تلاقي حفر، الحفر دي كان واحد تقفل عند سن ثلاث شهور وسنه ونص، تيجي تبص تلاقي عدى سنتين ولسه ما قفلوش، ده كده في تاخر في النمو. يبقى في اربعه ديلايد، ديلايد توس ايرابش، وديلايد سيتنج، وديلايد ووكينج، وديلايد كلوجر اوف فونتانيل. السكيلتال جروس از مور انهبيتد ذان السوفت تيشو جروس. وعاوز اقول لك ايه؟ نمو العظم بيبقى بطيء ونمو الاعضاء بيبقى بطيء، ولكن نمو العظم ابطا من نمو الاعضاء. يعني مين اسرع من مين؟ الاعضاء اسرع، فتيجي تبص تلاقي عظمه صغير واعضاء جسمه كبيره، فتلاقي الفك صغير بس اللسان كبير فاللسان طالع لبره، تلاقي القوس الصدر صغير بس اعضاء البطن كبيره فتلاقي بطنه طالعه لقدام. ده اللي هو مريض الكريتينيزم، اعضاءه كبيره وعظمه صغير، فيبقى سيمتريك ريتارديشن اوف جروس ولا اسيمتريك؟ اسيمتريك. مكتوب عندك بيقول السكيليتال جروس از مور انهبيتد ذان السوفت تيشو جروس، نمو العظم بيكون ابطا من نمو السوفت تيشو، وبالتالي بيبقى فيه بلجنج ابدومن، البطن بتبقى بارزه لقدام وانلارجد، زائد بروتيود التانج. ايه اللي خلى فيه بروتيود التانج؟ الفك صغير واللسان كبير فيطلع لبره غصب عنه، زائد ايه اللي يخلي فيه بروتيود الابدومن؟ القوس الصدري المفروض ان هو بينزل ياخد جزء من الابدومن، دلوقتي القوس الصدري بتاعه صغير خالص، فتلاقي الابدومن كلها طالعه لبره، تلاقي الكبد والطحال والمعده بارزين لبره، فتلاقي بطنه بارزه لبره. ومكتوب عندك زير فور كريتين از اسيمتريك دورف. دورف يعني ايه؟ قزم، واسيمتريك معناها نمو غير متناسق. مين المرض اللي كان فيه سيمتريك ريتارديشن اوف جروس؟ دورفيزم. امال مين اللي فيه اسيمتريك ريتارديشن اوف جروس؟ كريتينيزم. بعدها الريست اوف نيرفس سيستم،
الريست اوف نيرفس سيستم ديفلوبمنت معناها في توقف لنمو الجهاز العصبي. فاكرين من الهرمون اللي كان بيعمل على انماء ونضج الجهاز العصبي؟ الثيرويد. فلما يقل الجهاز العصبي يبدا يقل. مكتوب عندك بيقول لك كيراتين از منتالي ريتارد، متخلف. وده ترجمه الكلمه متخلف عقليه، عنده تخلف. رقم 2 ايديوت، والكتاب هنا غشيم قوي، تنمر تنمر يعني. ايديوت اللي هو غبي. رقم 3 بعدها سبيتش از ديلايد، يعني في تاخر في الكلام. تلاقي العيل بقى عنده 4-5 سنين وبيقول بابا ماما بالعافيه كده يا حليم، وبابا فرحانين. العيل بيقول بابا وماما، واكشف عليه يا حبيبي العيل عنده كريتينيزم. بعدها بيقول اللي بيحصل سيكشوال ريتارديشن، تاخر في النضج الجنسي. فمكتوب عندك بيقول لك السيكشوال ديفلوبمنت والبيوبرتي ار ديلايد، عنده تاخر في النضج الجنسي. سكين تشينجز، بعض التغيرات على الجلد. فاكرين ان الثيروكسين كان تاثيره على الجلد؟ كان بيزود تحويل الكاروتين الى فيتامين A اللي كان بيعمل على رطوبة البشرة والشعر. فلما يقلهم البشرة تبقى جاف. مكتوب عند حضراتكم السكين، بتقولش قبل كده الله يكرمكم كله عنده ثيرويد طبيعي، ما تقلقوش محدش يقعد يشوف البشرة. الثيرويد طبيعي، الثيرويد لو مش طبيعي يبقى انت مش فاهم اللي انا بقوله، لان عندك الريست النيرفس سيستم، ده حاجة تانية. انت لو مش فاهم دي حاجة تانية. لما يبقى الواحد بيحط بشياكة سكين تشينجز، تغيرات في الجلد بقى. مكتوب عندكم بيقول سكين السك، الجلد بيكون سمين. سكيلي، كلمة سكيلي معناه معرج وناشف. الجلد تلاقيه معرج، يعني ايه معرج؟ المفروض الجلد ما بيكون مفرود، لما السن بيكبر بتبص تلاقوا الجلد يبدا يكرمش، ده اسمه سكيلي، يبدا معرج مكرمش. ويز ديبريسد هير جروس، والشعر ما بيطولش. ده عند الكل يا ماما، ده عند الكل بسبب نقص فيتامين ايه؟ بسبب نقص الثيرويد. بسبب نقص فيتامين ايه مش الثيرويد؟ ازاي بس؟ ازاي نقص فيتامين؟ لا خلينا اللي في دماغك ده واقول لك بعدين. إيه؟ انت ما تسالنيش اسئله عن عن شغلك في الحصه، بعد اسالني اللي انت عاوزه. ان بي بقى ملحوظه كده سريعه، بول السيمتوم اوف كريتينيزم، اعراض الكريتينيزم ابير ويزن فيرست فيو مانس افتر بيرث، بتبان من اول شهور في الولاده. هو امبادي ريكويرمنت فور هرمون اكسيد هرمون كونتنت اوف ماذر ميلك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هو عاوز يقول لك ان العيل اللي بيكون مولود كده كده الثيرويد بتاعته ما بتطلعش كم كافي من الهرمونات، هو معتمد على اللي بيجي له من الملك بتاع الام. يعني الثيرويد جلاند بتفرز الثيرويد هرمون في الملك في الام، وهي بترضعه بيخش شوية ثيرويد مع الملك يخلوا العيل جسمه مش محتاج بتاعته اصلا. امال امتى الاعراض تبان بقى؟ لما احتياجات الجسم تتخطى الكم اللي نازله مع الملك، يبقى كده هيحتاج يصنع منين؟ من غدته. ونبص لقى الغده بايظه، هتبدا الاعراض تبان. يعني الاعراض تبان امتى؟ الاعراض تبان لما متطلباته الجسديه تتخطى المقدار اللي نازله مع الملك بتاع الام، هيبدا يحتاج من غدته هو، والغده متاثره. مكتوب عندك الاعراض بتبان within first few months، في اول شهور after birth، بعد الولاده. وهنا بيقولش من اول يوم، هنا بيقول اول شهور، يعني الرضاعه بتكفي اول شهرين ثلاثه. من الشهر الرابع يبدا الاعراض تبان. early treatment، العلاج بيكون ايه بقى؟ بيقول لي early treatment with T4، بنعالجه ب T4 is essential to prevent، مهم جدا عشان نمنع ال irreversible brain damage. لان لو ما تعالجش يا جماعه وما تلحقش في اول شهور، ده بيجي brain damage irreversible. يعني ايه؟ هيفضل طول عمره كده، هيفضل طول عمره كده. احنا بنعالج بايه هنا؟ ثواني، بنعالج بايه؟ ب T4. خدت بالك انا قلت لك بعالج بال T4 مش بال T3؟ المفروض السؤال يبقى اشمعنى ال T4؟ سؤال بقى، هو انا لو اديته T3 هل انا عارف هو جسمه محتاج قد ايه بالظبط؟ فممكن اديله T3 بزياده اقلب له الهايبو هايبر. عشان كده احنا بندي T4 والجسم يشوف هو محتاج قد ايه يبقى يحوله T3. وصلت كده؟ اسال انت عاوز. انت بتقول بعد كام شهر احتاجه يعني تمام اشتغل. ما هي اصلا ما تكونش شغاله، المفروض نازله بايظه اصلا، مش هو مولود بيها بايظه؟ تمام. ده حاجه بسيطه بس في
لو ايه؟ اه طبعا في الاول بيعتمد عليها لان الغده لو بصوا يا جماعه الغده الدرقيه حتى لو سليمه بيعتمد في اول شهور من عمره على الملك اللي جاي من الام على الهرمون اللي موجود في الملك لحد ما تبدا الغده تعبي كم يود كافي لشغلها تبدا هي تصنع بتاعها ما هي محتاجه انها تعبي يود الاول هتفضل تدور علاج طول عمره هيفضل ياخد علاج هرموني طول العمر انا هنا عاوز اعمل حركه بقى ويا رب تستوعبوها قارن لي بين الدورفيزم والكريتينيزم صلوا عليا بس كده وايه اللي اسيمتريك وسيمتريك يا جماعه كريتينيزم ودورفيزم ابدا يلا ديفينيشن الدورفيزم نقص كروس هرمون بيفور بيوبرتي امال الكريتينيزم نقص ثايرويد هرمون بيفور بيوبرتي الكوز هناك الكوز بتاع الدورفيزم كنا بنقول ان الغده فيها مشكله غده البيتيوتري فيها مشكله امال هنا السبب ايه يا كونجينيتال لاك يا اما الايودايد سبلاي قليل في بيتا لايف نبدا نتكلم عن الاعراض بقى قولوا الكلمة انت عاوزينها يلا اللي محبوسه ليه؟ سيمتريك جراديشن اوف جروس السيمتريك جراديشن اوف جروس في الدورفيزم خد بالك من كلمتين منتالي اكتف سيكشوالي اكتف كان قدراته العقليه سليمه وقدراته الجسديه الجنسيه سليمه هنا كنا بنقول منتالي ريتار وسيكشوالي ريتار هنا كنا بنقول في اعراض بتخلي العظم نموه يبقى بطيء هنا بقول لك اي نعم العظم بيكون نموه بطيء ولكن نموه ابطا من نمو السوفت تيشو بتبدا تظهر بروتيود الطنج وبلج الابدو الاطفال دول يا جماعه احنا بنعرفهم بالنظر بس كده طفل سنه كبير لسه ما اتكلمش بيمشي بالعافيه بطنه كبيره فكه صغير شفت انا قلت ايه؟ طفل سنه كبير اشمعنى سنه كبير؟ عشان تبدا تاكد هو المشي والكلام اخبارهم ايه سنه كبير بعدها بطنه كبيره بعدها لسه ما مشيش او بيمشي بالعافيه وما اتكلمش ما هو معنى ان هو ما اتكلمش ومعنى ان هو بيمشي بالعافيه ومعنى ان هو بطنه كبيره وفكه صغير ولسانه كبير ده معناها ان هو اكيد عنده نقص في ايه في الثايرويد فاحنا بنرميها على مرض مين الكريتينيزم اللي هو لازم نفرق بينه وبين الدورفيزم مين سيكشوالي اكتف مين منتالي اكتف مين في سيمتريك دورفيزم امال مين في اسيمتريك وسيكشوالي ان اكتف ومنتالي ريتارد ده الكريتينيزم هنبدا بس الهايبر ثايرويديزم الديفينيشن بتاع الهايبر ثايرويديزم والكوزز اوف هايبر ثايرويديزم الهايبر ثايرويديزم هو مرض زياده ثايرويد هرمون بيقول ده سيندروم وخد بالك من كلمة سندروم معناها أكتر من مرض تحت مظلة مرض واحد يعني أمراض كبيرة تحت اسم مرض واحد الهايبر ثايروديزم ده عبارة عن مجموعة من الأمراض بس كلهم بنسميهم هايبر ثايروديزم بيقول لي الديفينيشن بتاعه ده سندروم ريزلت فروم اكسس ليفل اوف ثايرويد هرمون يبقى ده أمراض كتيرة نتيجة زيادة مستوى الثايرويد هرمون وده أنا تعمدت إن أنا أقوله محبب الى قلبي جدا طبعا لانه اكيد مور كومون ان فيميل ده مكتوب يا جماعه بيقول لي اتس مور كومون ان فيميل زان الميل الحاله اللي كنت بمتحن عليها جراحه وانا في سنه سته كانت حاله فيميل عندها هايبر ثايرويديزم الحاله اللي كنت بمتحن عليها جراحه عملي فيميل عندها هايبر ثايرويديزم الكوزز بقى عملت فيها ايه؟ جريفز دي نبدا الكوز الاسباب احنا ما بنعملش عمليات واحنا في الكليه بس احنا بناخد هيستوري نبدا نعرف نشخصها فانا داخل لها السلام عليكم يا حاجه عليكم السلام يا ابني عندك ايه يا حاجه خلعت الاشار بس يا حاجه انت زي ما كنت هايبر ثايرويديزم الرقبه كبيره والعين طالعه هايبر ثايرويديزم على طول مين اكتر من اشهر شخص عانى من هايبر ثايرويديزم مين اكتر شخص عانى من هايبر ثايرويديزم ده عانى منها مين اللي كان مريض هايبر ثايرويديزم طيب اشهر شخصيه جالها هايبر ثايرويديزم كانت ام كلثوم يا جماعه كانت ام كلثوم اسمع بقى عشان تعرف انها ما كانتش موضه
ام كلثوم كانت بتلبس نظاره سمراء في الحفلات بتاعت بالليل عشان العينين كانت طالعه لقدام، كان عندها جحوص في العينين، كانت بتلبس سكارف على الرقبه عشان حجم الرقبه كبير فتغطيه، ودايما وهي بتغني ماسكه منديل عشان انتاج الحراره بيزيد والعرق بيزيد، فلما تعرق تمسح بمنديلها. الموضوع مش موضوع موضه يا جماعه، الموضوع مش موضوع موضه، الموضوع موضوع. ولما راحت ام كلثوم للدكتور قالت له، هو طبعا شخصوها ان هي عندها هايبر ثايرويدزم، كان عندها ورم في الغده. الدكتور طبعا الغده دي بيمر فيها عصبين اثنين اسمهم ريكارنت لارينجيال نيرف. الريكارنت لارينجيال نيرف دول بتوع الصوت. مفيش دكتور على وجه الارض جرأ انه يلمس الغده الدرقيه بتاع ام كلثوم، عشان لو لمس الغده ممكن يقطع العصب، ولو قطع العصب الصوت باظ. لدرجه ان في دكتور قال لها مره، ومن يجرؤ على الاقتراب من الاحبال الصوتيه الذهبيه لام كلثوم. يعني مين اللي يعرف يلمس الغده؟ مين اللي يتجرأ يلمس الغده يحمل التوهوم؟ كانت تجيني يا جماعه، كنت هتجرأ والله. الكوزس اول سبب جريفز ديزيز. عايز المايك تغني برضه لسه؟ جريفز ديزيز اول مرض معانا جريفز، وجريفز ده مرض مهم جدا في الامتحانات. بقول لحضرتك ده اوتو اميون ديزيز، ده مرض مناعه ذاتيه كاركترايزد باي ديفيوز ثايرويد انلارجمنت واكس اوف سالوس. ده مرض مناعة ذاتية بيؤدي إلى زيادة حجم الثيرويد جلاند اللي هو ديفيوز ثيرويد انلارجمنت واكس اوف سالموس. معنى كلمة اكس اوف سالموس يعني العينين طالعين لبره. ده مرض الجريفز ديزيز. وهقول لك معلومة، كل أمراض المناعة الذاتية في الجسم بتكسر بتدمر الجسم، ما عدا الجريفز بيبني. بيبني إيه؟ بيبني الغدة الدرقية فيخلي حجمها يكبر. يعني ده مرض المناعة الذاتية الوحيد تقريبا في الجسم كله القادر ان هو يبني ما يكسرش، بيبني الغدة بيكبر حجمها، ولما يكبر حجم الغدة هيزود افراز التي 3 والتي 4 فينتج المرض اللي اسمه الهايبر ثايرويدزم. هو ده مرض مناعة ذاتية. مناعة ذاتية، ويعني ايه كلمة مناعة ذاتية؟ يعني مناعة الجسم بتحارب الجسم نفسه، معناها ان الجسم عمال يصنع اجسام مضادة ضد نفسه. مكتوب عندك بيقول ذا ريزلت فروم presence of IgG antibody، يعني هو عاوز يقول لك في اجسام مضاده من النوع IgG which is called long acting thyroid stimulating immunoglobulin اللي اسمها LATC. long acting thyroid stimulating immunoglobulin، ونجيب الكلمه يلا، هو immunoglobulin لانه immunoglobulin ده اللي هو الاسم الثاني بتاع الانتيبودي، لانه انتي بودي. بيعمل ايه الانتي بودي ده؟ ثايرويد ستيمولييتنج، يعني بيحفز الثايرويد جلاند لمده طويله فيبقى لونج اكتف. هو انتي بودي بيروح على الغده الدرقيه يخليها تفضل تتحفز لمده طويله فتنزل تي 3 وتي 4 لكم كبير. بعدها بيقول اللاتسي كان ستيمولييتد تي اس اتش ريسبتور. اللاتسي ده بيحفز الريسبتور بتاع التي اس اتش، ولما يحفز الريسبتور بتاع التي اس اتش معنى كده انه يخلي التي اس اتش يشتغل ويزيد. يقول لك اللاتسي ستيمولييتد تي اس اتش ريسبتور بات اوف ماتش لونجر ديوريشن اس كومبيرد ويز تي اس اتش هوز اكشن از فيري شورت. اضرب لك سطرين اتنين في كلمه واحده. الانتيرو المفروض يتنزل والتي اس اتش المفروض يشتغل على الريسبتور هنا. الثايرويد ده لها اجسام مضاده اسمها اي جي جي اللي اسمها لاتسي. اللاتسي دي تروح على الريسبتور بتاع التي اس اتش تحفزها احسن من تحفيز التي اس اتش نفسه ليها. يعني هي بتشتغل على الريسبتور بتاع تي اس اتش لمده اطول من تاثير التي اس اتش نفسه على الريسبتور بتاعه. والكارثه لما مستوى التي 3 والتي 4 يزيدوا بالنيجاتيف فيدباك هيروحوا للانتيريور يقول لها ما تنزليش تي اس اتش، فانت متوقع ان الغده تقلل ما تنزلش. واحنا اصلا التي اس اتش ملوش لازمه خالص، لان مين اللي خد مكان الريسبتور؟ اللاتس. فالتي اس اتش عمال يزيد وعمال يقل واللاتس ولا في دماغه ولا هو هنا هو شغال. عشان كده مكتوب بيقول لك اللاتس ستيمولييت تي اس اتش ريسبتور، بيحفز التي اس اتش ريسبتور اللي هي موجوده فين؟
الانتيرور بيتيوتري بيحفز التي اس اتش ريسبتور but of much longer duration لمده اطول as compared مقارنه بيه التي اس اتش نفسه اللي الاكشن بتاعه بيكون فيري شورت. هو عاوز يقول لك ان الاكشن بتاع اللاتسي على الريسبتور بيكون بس مش اطول بقى, ما هي الكلمه هي لونج اكتنج شغال لمده طويله, انما التي اس اتش نفسه شغله قصير. بعدها بيقول الكارثه بقى لاتسي از نوت انهبيتد بانكريز الليفل اوف ثايرويد هرمون. يعني لو تي اس اتش, خلينا نقارن التي اس اتش باللاتسي, التي اس اتش لو التي 3 والتي 4 زادوا التي اس اتش يقل, امال اللاتسي لو التي 3 والتي 4 زادوا اللاتسي ما يتاثرش, ملوش دعوه. التي اس اتش تحفيزه لمده قصيره, اللاتسي تحفيزه لمده طويله. فالغده لما تحفز باللاتسي تنزل تي 3 والتي 4 تروح تعمل نيجاتيف فيدباك ما تعرفش ليه, لان اللاتسي ما بيتاثرش بالنيجاتيف فيدباك. واللي عامل الموضوع كله هو مين؟ اللاتسي. بيقول اكس في صلموس بحوز العينين ده is present in 50% or more of patient with graves. يعني معظم الناس اللي عندهم graves بيكون عندهم اكس في صلموس. يبقى الجريفز ده مرض مناعة ذاتية بيخلي الجسم يطلع اكسام مضادة اسمها او من النوع اي جي جي اسمها لاتسي, بتحفز الريسبتور بتاع تي اس اتش لمدة اطول من التي اس اتش نفسه, بتأثرش بالنيجاتيف فيدباك فتخلي مستوى التي 3 والتي 4 يزيدوا. فلما يزيدوا يحصل اكسوسالموس في 50% من الحالات. الكوز الثاني حاجه اسمها توكسيك نودولار جويتر. ايه توكسيك نودولار جويتر ده؟ ده عباره عن كلكوعه في الغده. واحد عنده كلكوعه في الغده, ورم حميد في الغده, ده ورم حميد في الغده. واي ورم حميد خدتوها في النيوبليزيا بيزود الافراز, اذا ده ورم حميد في الغده بس بينزل كم ثايرويد كبير جدا فسميه توكسيك. توكسيك لانه بينزل كم كبير قوي. نودولار لانه كلكوعه, جويتر لانه خلى حجم الغده تكبر. ما هو ورم جه في الغده كبرها على شكل كلكوعه خلاها تنزل تي 3 وتي 4 كتير جدا بقوا توكسيك. مكتوب ماي بي مالتي نودولار او سولاتوري. ايه مالتي نودولار ده؟ كذا كلكوعه كذا ورم, سولاتوري اللي هي واحد بس. بيقول لي سكريت اكسس ثايرويد هرمون, ده بيفرز كم كبير جدا من الثايرويد هرمون وانهبت السكريشن اوف تي اس اتش. شوف بيعمل ايه بقى, بيطلع كم كبير من التي 3 والتي 4. ولما يطلع كم كبير من التي 3 والتي 4 فكر مستوى التي اس اتش هيقل, حجم الغده يصغر بس حجم الورم عمال يكبر. يعني الغده نفسها كخلايا غده بتصغر بالتي اس اتش لما يقل ولكن الورم عمال يكبر. فالمحصله النهائيه ان الرقبه بتكبر برضه. مكتوب عندك بيقول سكريت اكسس ثايرويد هرمون وانهبت التي اس اتش, فده يعمل اتروفي في الريست, ريست ريست اوف ثايرويد في باقي الثايرويد. هو الباقي ده يقصد بايه؟ اي جزء غير جزء الورم. يعني الجزء اللي ما فيهوش ورم يحصل له اتروفي, والجزء اللي فيه ورم زي ما هو عمال يكبر. حاجه اسمها سكندري هايبر ثايرويديزم بقى, وسكندري دي معناها المرض في الغده نفسها, لا ده المرض في مكان ما اثر على الغده نفسها. ايه اللي يخلي فيه ورم في مكان ما ياثر على الغده نفسها؟ يا ورم في الهايبوثالاموس, يا ورم في الانتيرور بيتيوتر, ينزلوا تي ار اتش زياده او ينزلوا تي اس اتش زياده فيحفزوا الغده بزياده. اذا الخلل هنا في الغده نفسها؟ لا, الخلل في مكان تاني ولكن تاثيره بان على الغده. بيقول مي بي ديو تو بيتيوتري تيومر اللي بيزود مستوى التي اس اتش. وده كده بالنسبه للكوزز اوف هايبر ثايرويديزم.